الدور الإنساني أنا أعتقد كلامي فيه مجروح، شهادتي فيه مجروحة، لكن خلنا نتحدث في الشيء المعلن اللي مارسه عبد الله في إنسانيته. أبو محمد شخصية تعرضت لمحاولة اغتيال، ومحاولة استنكرها الشعب الكويتي كله، ورغم الآلام والإعاقة الجسدية اللي حاشته واللي لازال أثرها مبين في جسد الله يحفظه، إلا أنه يعني قدم درس في النبل وفي الكرامة في موضوع نكران الذات، وأيضا التسامح والتجاوز عن من حاولوا قتله. هذا شيء يعبر عنه، هذا يعبر عن دور إنساني عميق داخل محمد. محمد شخصية إنسانية رائعة جدا، وإن كان لا يتبنى القضايا الإنسانية العامة بشكل عام شأنه في شأن سياسي، لكنه إنسان بكل ما تعني الكلمة، حريص جدا بشكل صراحة. أي إنسان فينا وأي زميل من زملائنا يتعرض لوعكة صحية يرغب في مستشفى تجد محمد من السباقين في زيارته. شوف عبد الله النيباري إنسان يعني قلما أنك أنت تلقى نفسه، إنسان يعطي بكل معنى كلمة العطاء، العطاء الإنساني بكل ما تحمله من تفاصيل. هذه الكلمة، يعني أنا أذكر يعني قبل 3 أو 4 سنوات لما كنت في المستشفى بعد عملية، كان يومين يتصل علي بشكل مستمر. يعني حتى أذكر زوجتي قاعد تقول لي شنو عبد الله النيباري اللي اتصل عليه؟ قلت له أنت ما تعرفين عبد الله النيباري منه. شوف عبد الله النيباري في الطلع هو رئيس التحرير، وسلطاته أعلى من سلطاتي أنا كمدير التحرير. احنا عادة عند الطليعة تصدر في يوم الأربعاء، فبالتالي احنا نسكر موادنا في يوم الثلاثاء، يعني الثلاثة الساعة تقريبا 2-3 العصر احنا نكون مسكين المواد. عندنا وقت معين، عبد الله النيباري إذا تأخر في تسليم مقالته ما تنشر مقالته، مع انه رئيس تحرير دائما يحاول يشرك الناس حتى في قراراته في اتجاهاته، دائما يستشير، ها ايش رايكم كذا كذا كذا. اللي يعيش مع عبد الله النيباري يعيش بعالم ثاني.